الأهلي موسمه الاستثنائي لم يكن في كرة القدم فقط، وللأمانة هذا الموسم يستحق أن هو يخلد في تاريخ النادي الأهلي، وده لا هي شعارات ولا عشان دي قناة الأهلي ولا عشان إحنا بندي مجلس الإدارة حقه اللي هو يستحقه، ولكن عشان حاجة مهمة جدا، عشان وقت الإخفاق، وقت اللحظات اللي كان الجمهور بيوجه نقد فيها، الإعلام بيوجه نقد فيها، وأنا هنا بتكلم عن النقد مش الهدام، النقد من المحبين، كان النقد ده بيقابل بإيه؟ افتكر كابتن محمود الخطيب في مشهد وهو داخل الاستاد واحد الناس المتواجدين في المقصورة بيوجهوا النقد لكابتن محمود الخطيب، تقبل النقد ثم جملة بسيطة جدا، حاضر إن شاء الله خير. ده كان الرد، وده كانت فكرة تقدير جمهور النادي الأهلي. طيب مجلس الإدارة بالكامل اللي وجه ليه النقد في بعض الإخفاقات وفي بعض اللحظات الصعبة جدا، مفيش مسؤول واحد في إدارة النادي الأهلي لا كتب كلمة ولا طلع في مداخلة ولا في تصريح حاول يرد بفكرة أصل إن المجلس ده لا يتقبل نقد ولا يتقبل فكرة إن أنت تنتقده على إخفاق أو حتى رد في فكرة أصل إحنا حققنا، لا، كان دايما بيتم وعد الجمهور بالمزيد، كان دايما بيكون الكلام إن أنت هتحقق وإن النادي الأهلي بيصلح وإن النادي الأهلي في أقرب وقت هيحقق اللي الجمهور عايزه. وأنا بشوف إن إعلاميا في اللحظة دي محدش بيدي مجلس الإدارة حقه بالشكل اللي يستحقه، لأن لما تيجي تكلمني في لعبة واحدة فأنت بتكلم في حاجة حصلت في النادي الأهلي قبل كده. في 2006 حققنا مركز في كأس العالم للأندية في كرة القدم، حققنا أيضا دوري ودوري أبطال أفريقيا وبطولات أفريقية مختلفة وبطولات محلية مختلفة وحصدت أغلب البطولات. إنما أنت بتتكلم المرة دي إن القصة مش كرة قدم بس، فأنا آسف، الصورة لازم تتشاف كاملة، ولازم نقول إن هذا هو الموسم الأنجح في تاريخ النادي الأهلي، هذا هو الموسم اللي أنت محتاج تقف في كل لحظة وتقول إن النادي الأهلي عمل موسم هيفضل في حياتك كمشجع غير مسبوق. كل مجالس إدارات النادي الأهلي أدت النادي الأهلي كتير وأضافت وأدت بطولات وكتبت سطور في تاريخ النادي الأهلي، بس الموسم ده يا جماعة استثنائي، والموسم ده أنا شايف إن كل الفرق الجماعية لازم تاخد حقها فيه، إن الإعلام لازم يدي مجلس إدارة النادي الأهلي حقه في ما تحقق في موسم غير مسبوق. وللأمانة أنا حاولت أبحث في أي نادي يكون في عدد اللعبات دي خلال موسم واحد حقق القدر ده من البطولات، أنا ما لقيتش. عشان كده بتمنى إن احنا نوثق القصة دي ونشوف، لأن هي تستحق تسجل كرقم قياسي في موسوعة الأرقام القياسية. تعالوا شوفوا النادي الأهلي عمل إيه على الشاشة وإحنا بنستعرض بطولات النادي الأهلي في الموسم ده. بعض البطولات تتبع موسم سابق، ولكن هي لعبت بقوائم الموسم الحالي وخلال الفترة الزمنية بتاعة الموسم الحالي. 28 بطولة على الشاشة في الفرق الأولى فقط للرجال والسيدات بعيدا عن فرق الناشئين، وهنا بنتكلم على الألعاب الجماعية، كرة القدم، الدوري العام، كأس مصر، كأس السوبر المصري 2021 وكأس السوبر المصري 2022 ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى رابع عالم. كرة اليد، دوري رجال، كأس مصر رجال، سوبر إفريقي رجال، دوري سيدات وكأس سيدات. كرة السلة، واتكلم عن كرة السلة وملحمة كرة السلة وتغيير تاريخ كرة السلة في مصر. دوري الرجال، دوري المرتبط، كاس مصر رجال، بطولة البال اللي بتدخل النادي الأهلي، دوري سيدات، كاس مصر سيدات، دوري المرتبط سيدات، دوري منطقة القاهرة سيدات وكاس كاس السوبر سيدات. الكرة الطائرة أيضا بتحقق الدوري وكاس السوبر والدوري سيدات وكاس السوبر سيدات. تنس الطاولة، دوري الرجال، دوري السيدات، البطولة العربية سيدات. حتى كرة الماء اللي كان على مدار سنوات بعيد فيها عن التتويجات بتقدر في كرة الماء بتحقق دوري الرجال وكاس الرجال. دي أرقام إعجازية، وأنا بقول يا جماعة الطبيعي إن احنا هنا كإعلام النادي الأهلي نقول لكم كلمة، نقول لكم
ان ما نخليش الموسم ده هو الطبيعي اللي نحاسب بيه نفسنا، والا هنبقى امام جلد ذات. لو انت جيت استعرضت البطولات اللي على الشاشه في كل اللعبات دي وقلت هو ده اللي انا كل سنه هيبقى مقياس سعادتي من عدمه، فاحنا بنجلد ذاتنا. ولكن رغم كده انا بقول احنا بنحلم، ومش بنحلم بده وبس، تخيلوا بنحلم باللي اكتر من ده. والله مع الاهلي وادارته وجمهوره ومنظومته بنحلم باللي اكتر من ده. عايز اشكر على الاحصائيه دي صفحه العاب الصالات اللي كانوا مشاركين فيها، والاستاذه نورا الحكيم، الاثنين راجعنا لهم في الارقام دي، والاثنين ما تاخروش علينا في اي حاجه عشان توثيق البطوله وتوثيق النادي الاهلي عمل ايه السنه دي وقدم ايه. توثيق 28 بطوله. 28 بطوله رقم، يعني انا بقول لو حطينا ده معيار هيبقى حاجه صعبه جدا.